البصل في الميه المغليه، بجد النتيجه هنا هتبهرك. دي بقى احلى مخلي البصل. يلا بينا بقى نشوف الطريقه الجميله ديت عملناها ازاي. اول حاجه معايا هنا ميه بتغلي بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وهنزل بقى عليها معلقتين كده كبار من الملح، ومعايا هنا بقى كيلو من البصل، ممكن تزودي الكميه او تقللي براحتك خالص، وهنزل بقى بيهم كده. وطبعا البصل معايا هنا صغير، وهسيب بقى البصل ياخد معايا بس غلوه كده على النار، يعني دقيقتين ثلاثه مش اكتر من كده. هطفي بقى على البصل واسيبه يهدى معايا تماما لحد كده ما الميه بتاعته تبرد خالص. كده البصل بعد ما برد معايا خالص هبدا بقى كده اخد البصله وهشيل بقى الجزء اللي فوق دوت، وهقشر بقى القشره بتاعتها. شايفين بقى بتطلع معايا بمنتهى السهوله، طبعا عشان خاطر اديناها كده غلوه على النار. وطبعا بقى هسيب الجزء اللي تحت دوت اللي هو الجدر بتاعه، هكمل بقى بقيه الكميه معايا بالشكل ده. كده بعد ما قشرت بقى معايا البصل كله هبدا بقى كده اعمل خلطه كده جميله بقى للبصل بتاعنا عشان يبقى طعمه معانا حلو. هضيف بقى معلقتين كبار من هريسه الشطه، طبعا هريسه الشطه دي عملتها معاكم قبل كده، هي عباره عن ايه؟ فلفل الوان احمر او حراق طبعا زي ما تحبي، وعليها ثوم، وهنزل بيهم بقى كده، وهنزل كمان بثلاث ليمونات كده كبار، وهنزل كمان بمعلقتين كده كبار من الخل، وهضيف كمان معلقه كده كبيره من الزيت، وهضيف كمان معلقه كبيره من الملح، وهضيف بقى اخر حاجه معايا هنا معلقه صغيره من السكر. السكر هنا بقى هيبقى ماده حافظه للبصل بتاعنا. وهبدا بقى اقلب الخلطه بتاعتنا الجميله ديت، وهبدا بقى انزل بالبصل كده واحده واحده كده بقى في التتبيله اللي احنا عملناها الجميله ديت، وهقلب بقى البصل كده كويس جدا عشان يشرب بقى من التتبيله. عاوزه اقول لكم بقى البصل ريحته جميله جدا، يعني بصراحه انضف ما تشتريه من بره بكتير. شايفين بقى جمال البصل عامل معايا ازاي؟ ريحته جميله وطعمه تحفه، يبقى مقرمش معاك لحد اخر واحده فيه. وطبعا ما حطيناش فيه ميه، لان الميه بتاعه الليمون والخل والزيت هنا بقى كفيل ان يقعد معاكي اكتر من شهر في الثلاجه وما يجرالوش اي حاجه. وطبعا تطلعي منه تستخدمي اللي انت عايزاه وبعد كده تحطيه في الثلاجه ثاني، مفيش اي مشكله. شايفين بقى جمال البصل؟ يعني يتاكل كده حاف من غير اي حاجه، بصراحه جميل جدا تحفه. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ شايفين بقى البصل عامل معايا ازاي؟ هيبقى مقرمش لحد اخر واحده فيه وطعمه تحفه. ان شاء الله بقى تجربي الطريقه ديت وتعجبك جدا. واتمنى بقى لو اول مره تشوفي قناتي تنوريني وتدوسي اللايك واشتراك عشان يوصل لك كل جديد باذن الله.